طبعا ان الاحداث الاخيره التي حصلت في منطقه تل ابيض وريفها بو يرا لهرمي جريسبي و گنداواري وي چيدبه ناكا و خزمتا گلي سوري يكو دخوازه خاكا خوابه پاريزه و دبه ام نرون پیش انجامان كوميته كاتيه آواكرين جه هر دو آليان جه بول سروي مجاري راوستن ولكن بعد تشكيل لجنه من الطرفين للوقوف على هذا الامر ولكن كان بالتاكيد ان جبهه ثوار الرقه انيا شورش جرين رقه ياكو ارامي ابي هريميد باريزه و او د دما کو ته خواستن اماده یا تا کو فتنه چینه به از نه باورم کو بویر هین بهتر مزن ببه قادمه انه يحصل تصعيد طبعا الجيش العشائر اللي مطالب التي هل بد دا خوازن جيش العشائر ين کو د داخوانه د هاتب و هات لبرچاو وقم ديار كر كوميتك هاتي آفاكرن جدو باطن ووه انجام ده مجمارن ورده در كابن هولي